جايب ارقام في حتة البطوله تانية، كلها بقى، هتبقى في حتة تانية رمضان على مختلف البطوله تماما كلها، عن الباقي ارقام يعني. على البطوله كلها. رمضان بصراحه لاعب يعني محنمونا من اول مباراه، لعيب مهم جدا جدا واهم لاعب في المنتخب، والنهارده حصل على افضل لاعب في البطوله، اكتر لاعب مساهم في اهداف في البطوله رمضان صبحي. يمكن هو لاعب 480 دقيقه احرز 3 اهداف، تاني هداف البطوله بعد مصطفى محمد، وصنع هدفين. يعني مساهم في كام هدف؟ مساهم في 5 اهداف، 3 و2 احرز 3 اهداف وصنع 2، يعني مساهم في كام؟ في 5. اكتر لاعب مساهم في اهداف، وبالتالي حصل على افضل لاعب في البطوله. مش بس كده، ده اكتر لاعب قام بمراوغات ناجحه، 23 مراوغه ناجحه في 5 مشاركات في 5 مباريات. صنع فرص لزملائه 11 فرصه، قطع الكوره 28 مره، حصل على 4 اخطاء. بالتاكيد رمضان استحق بكل تاكيد افضل لاعب في البطوله على مستوى المباريات كلها، يعني لعيب بكل تاكيد. يعني بصراحه زي ما قلنا قبل كده، هو بابا نويل لمنتخب مصر ده بصراحة. بابا نويل كره القدم المصريه الجديد ده رمضان صبحي بصراحه، يعني لعيب مهم جدا، وربنا يحميه ويحرسه كده للنادي الاهلي والمنتخب مصر يعني ان شاء الله. رمضان صبحي يعني خلاص بدون منافسه الحقيقه، بدون في هذه منافسة المباراه وفي البطوله. البطوله النهارده برضو في المباراه اللي قدم مباراه كويسه جدا كريم العراقي. كريم العراقي احنا اتكلمنا في قبل كريم ياخد افضل لاعب في المباراه، في المباراه هو رمضان اللي خدها، هي بتفرق عشان التوقيت الحاسم. يعني احنا لو بصينا برضو على رمضان، شخصيه اللاعب الكبير بتبان في التوقيتات الكبيره. أيوة. يعني رمضان في مباراه غانا سجل هدف التعادل في الدقيقه 82 لمنتخب مصر، المباراه غانا دي اللي هي خلتنا نوصل 6 نقط. مباراه جنوب افريقيا في نص النهائي هو اللي جايب ضربه الجزاء في الدقيقه 59 اللي فتحت المباراه، مظبوط. المباراه النهائيه في الدقيقه 114، وبالتالي شخصيه اللاعب الكبير بتبان في المباريات الصعبه. الشخصيه دي موجوده في رمضان صبحي اللي مستمدها من شخصيه النادي الاهلي، قائد بصراحه رغم صغر سنه، لان انتوا تحس ان هو قائد كبير جدا. رمضان صبحي لاعب من طراز فريد. اللاعب الثاني برده النهارده كريم العراقي قدم مباراه زي ما اتكلمنا ان الجبهه اليسرى